هي الكوتشينه قالت لك غير كده؟ ايوه. ابدا، الكوتشينه عمرها ما تكذب. طب شوف حتى. وده يطلع مين بقى؟ لا 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 لا، ده انا. لا فريد. مش ممكن، هو يعني فريد حلو بالشكل ده؟ ليه مش ممكن؟ مش هو اللي جه خطبني؟ قصدك ايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. يعني لو كنت قلت لي على اسمك ما كانش حصل كل ده. انا اسف، على العموم كل شيء اتصلح، وفريد اخويا دلوقتي عرف ان هو مش فريد انا.